غازو الرياضية، غازو مدير البنك. سليمة سليمة نورش سايكو كاس له معنى كبير. كاس رئيس الهيئة النقابية الاتحادية هيئة مركزية لبنك المجموعات. أكيد ولاية. أنت عبد الرحمن زين النور. إنابة أخونا الوزير الأستاذ يحيى برشم. الأستاذ أحمد علي الشريف المعتمد شورى بعاسة. أحمد كندين. محلية كمسة حضورا. وأيضا رئيس الهيئة النقابية. شيف الانطلاقه دخول المسافه الثمانيه بالسلامه شيف الطبع المخيف دي على الوحي هل يتمكن هل يتفرق اليوم لكن هناك خطه هجوميه بعد دخول المسافه 7 وخروج السلام المندوب شيول الدرجه الاولى الاركاز رئيس لا تقسيم الكؤوس هناك كلمة قصيرة. أعوذ بالله من الشيطان وفي النقابة العامة لبنك الدروات الوطني الخرطوم سيد شباب المصارف، لكن الليلة عندنا في الولاية سيد شباب دير بالبنوك ولاية جنوب دارفور. الله أكبر الله أكبر. ونحن نفتكر أنه إخواننا في البنك يعني كرمونا كرموا الولاية وكرموا جماهير الولاية والمحبين لهذا المنشط منشط الفروسية، فنحن يعني نشكرهم ونكرر شكرنا لهم بالرغم من ضيق الزمن يعني كان مفروض نديهم حقهم ونكرمهم ونستقبلهم في المطار، لكن مشيئة الله قد غلبت على ذلك. أخونا الوالي بالإنابة الدكتور عبد الرحمن الزين النور في ترحيب قصير بإذن الله. بعد الأخ يحيى برشم وزير شباب الرياضة، الإخوة الوفد الكريم من بنك القمار الوطني في الاتحادية والفرع في نيالا، الإخوة رئيس وأعضاء اتحاد الفروسية، والأخ عوضي على وجه الخصوص الإخوة المنظمين ورؤساء اللجان جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نسعد في هذا اليوم بهذا المهرجان العظيم الذي نفذه لنا الإخوة في الهيئة النقابية لبنك الدرمان الوطني. نشكرهم جدا على مشاركتهم للولاية في هذا المنشط الكبير، وفعلا كان مهرجانا مشهودا من جماهير جنوب دارفور، و
هذه المناسبة أرجو أنها تتكرر سنويا بصورة جميلة. أيضا نشكر اتحاد الفروسية في نيالة على إبداعه يعني إمتاعه للناس والجماهير، ونشكر الإخوة في البنك الضمان الوطني على تكريمهم لكل القادة في الولاية، وذلك يدل على اهتمامهم بهذا المنشط واهتمامهم أيضا بولاية جنوب دارفور. نشكرهم ونتمنى لهم كل التوفيق وبارك الله فيكم. السلام عليكم. البنك بنك الضمان الوطني فرع نيالة، مركز أول للفلاو، الشوط الأول، الحصان الملك، الملك للمالك آدم التتوج، هو ملك هذا البطل اسمه الملك آدم التتوج، هو مالك هذا البطل اللي احتل كأس مدير بنك مدير الفرع بنك الضمان الوطني فرع نيالة. الله أكبر. الشوط الثاني لخيول المسافة خمسة المسنة على كاس أمين المناشط الرياضية بنك عبد الرحمن الوطني، نور البلابل، نور البلابل للمالك آدم عبد العزيز، مبروك نور البلابل. شوط المسافة خمسة كاس أمين المناشط الرياضية بنك عبد الرحمن الوطني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تكريم هذا البطل. ننتقل للشوط الثالث على المسافة خمسة ب أي شوط المسافة خمسة لأخوي المجموعة حزب البحر، مركز أول للشيخ آدم علي، شيخ آدم علي تم تتويج اليوم، حزب البحر بطل اتسع المجموعة على المسافة خمسة، شيخ آدم علي ينال كاس المسافة خمسة مهرجان بنك عبد الرحمن الوطني من الهيئة النقابية المركزية والفرعية. جاء دور أمين الهيئة النقابية كاس المسافة ستة بخت الرضا يوسف محمد حماد الجلابي، يوسف محمد حماد الجلابي أبو كرجة، المسافة ستة فارلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أكيد ننتقل إلى خواتيم هذا المهرجان تتويج بطل المناسبة